مثلا حاجات كتير جدا ممكن تخليني مثلا ان انا اكون موديل، دي حاجه انا استبعدتها حسيتش نفسي فيها، كان ممكن جدا اقدم فيها لبسي بطريقه. ايوه. بس طب طلعتي في مره قلتي انه تامر حسني كان عارض عليكي ان انت تبقي موديل في فيديو كليب ليه، قابلتيني في اغنيه قابلتيني. وانت رفضتي. بصي، هو الموضوع جه ازاي؟ الموضوع جه ان انا عملت الالبوم بتاعه نزل الجديد، انا بعدها بيومين عملت فيديوهات على كل الاغاني بتاعته اللي في الالبوم، فنزلتها على الفيسبوك عادي لصحابي، ما بعتهاش لتامر. نزلتيها ستوري صح؟ لا، نزلتها بوست. لا، في تامر حسني كان عامل لك لا، ريبوست. هو الموضوع جه من هنا، ان انا نزلتها في حد اخذ الفيديوز وراح كله قاعد يعمل شير شير للفيديو، بعد كده الفيديو راح لتامر فنزل على الاكونت بتاعه. بالظبط. فجاه لقيتهم بيكلموني تامر منزل لك ستوري، فدخلت انا جدا دخلت انت لقيتهم اصلا منزل لي بتحبي اربعه. تامر حسني؟ جدا لا، جدا انت على طول، انا بشوفك على طول بتنزلي الاغاني بتاعته وعلى طول بتحبي انا انك تسمعي. بحبه. طب قد ايه انت بتحبي يعني الشخص ده او المغني ده، لما جاتلك فرصه ان انت تقفي معاه في فيديو كليب وتبقي معاه، ليه رفضتي؟ اولا زي ما قلت لك ان انا كنت وقتها فعلا شايفه ان انا مهندسه ديكور، فانا مش هينفع اكون موديل. ثانيا، انا شكلي صغير جدا، فكنت شايفه ان الموديل دي محتاجه بنوته يعني بمواصفات يعني غيري خالص عشان تليق في حاجه زي كده. تالت حاجه بقى ودي الاهم، ان انا يعني فكره الـ الفيديو ما كانتش هتنفع معايا. ليه؟ لا يعني فكره انه انت وقتها مش متعودة على حاجة زي او مش متعوده بالظبط، على حاجة فكان زي كده، وقتها كمان بابايا يعني حسيت ان هو مش موافق، يعني رافض الموضوع، مش موافق ان انت تبقي موديل. مش موافق ان انا اكون موديل. فلو لا خلاص، يعني انا كمان غيره، بس انا كمان انت ساعتها كنت مقتنعة انا بالفكرة فرحت دي يعني. دي بالنسبه لي ان انا اكيد. اطلع مع تامر دي كانت فرحه، بس ان انا ابقى موديل لا، دي كانت مستبعده خالص من تفكيري. وانا واحده مش بجري ورا فرصه، انا واحده عارفه ماشيه ازاي وعارفه بتعمل ايه وعارفه ايه اللي عايز بيقلق وايه اللي توصلي لا، لحاجة معينة في شغلك اللي هو وعارفه الهندسة. بالظبط كده. طب لو جاتلك بقى الفرصة دي تاني دلوقتي، انت قلتي لا، التفكير مش بيتغير، هبقى موديل، مش هتبقي موديل، مش هبقى يعني موديل، لو جالك العرض ده تاني دلوقتي لا مش مش هبقى هترضي موديل، برضه؟ لكن ممكن امثل في حاجات لي باي حاجه محترمه، حاجه تعلي مني، مش اي حاجه وخلاص برضو. بس يعني تمثيل تمام، ستايلست لا، لا موديل لا، صح كده؟ هندسة. انا بصي، انا عموما شايفه ان البني ادم تفكيره بيتغير، يعني الفتره اللي فاتت او في الاول خالص كان تفكيري مختلف عن دلوقتي غير بعد كده، لكن انا حاليا في الوقت اللي انا فيه لا، لو حاجه جات لي من دي انا مش هينفع ان انا اقبلها، يعني انا مش حاسه نفسي فيها. ودايما بحب اعمل الحاجه اللي انا مرتاحه فيها والحاجه اللي انا شايفاها ان هي فعلا تليق بيا، مش فكره ان بالظبط. انا بقلل من الناس اللي بتعمل حاجه زي كده، بس لا، انا انت كاماني شايفه نفسك في ايه، دي حاجه بالظبط ملهاش علاقه بالناس، دي حريه شخصيه بالظبط ليكي انت بس. بالظبط. طب قولي لي، كلميني بقى، انت ناويه في المستقبل تعملي ايه، حابه تعملي ايه، تحققي ايه احلامك انا كان طموحاتك؟ احلامي اللي هي اللي طول لحد دلوقتي ما اتغيرتش تقريبا، عشت عمري كله ابقى اكبر مهندسه ديكور، بس مش في مصر يعني، انا كان نفسي اكون في فرنسا، كان ده حلمي لحد دلوقتي، ده اللي بسعى له. يعني اشمعنى فرنسا؟ هي بلد الجمال، هي بتطلع بتطلع كميه مهندسين ديكور فظاعه، وبعدين يعني عايزه اطلع مهندسه بكواليتي عالي، يعني مش مهندسه مش اي وخلاص، مهندسة لا وخلاص. عايزه اكون حاجه بروفيشنال كده، حاجه تليق بيا وحاجه محترمه وحاجه تليق بوالدي. انا دايما بفكر في بابا بس بجد هو مثلك الاعلى؟ دايما في كل حاجه هو ماما، يعني هو اللي معلي مني اصلا، بيشجعوكي، بيشجعوكي على هو موضوع بيشجعني دايما التيك ان توك؟ حاجه صح اللي هتعلي مني، لكن مش اي حاجه. وموضوع التيك توك كان ايه نظامه؟ لا، بابايا التيك توك الاول كان واخده ترفيه، بس لما لقى الموضوع اتقلب ما، وشايف ان الناس شايفاني بوجهه نظر اللي هو انت مش عارفه ايه ودلعي اوفر ومش عارفه ايه وبتعيطي وحاجات غريبه كده، فهو اتقلب الدنيا. يعني قال لي انت شايفه ان دي حاجه هتعلي مني كتب انا بحبها، هو ما بيحبش يفرض عليا حاجه، بس هو اداني نصيحه انه لا، تيك توك لا، ممكن تعملي حاجه تانية احسن، حاجه تانية تليق بيكي. طب انت شايفه التيك توك ممكن يبقى ستيب او خطوه لحاجه تانية هو بعد كان كده؟ لا هو اه هو كان هو هو خط فعلا يعني انا إن الاول قبل الفيديو، موضوع تامر ده كان قبل فيديو لهوي على فكره، قبل الفيديو كان في ناس بس قله يعني يعرفوني.